ما اعرف. مرحبا بنات، شلونكم؟ حيبا في اخباركم. بصبغ شعري فجبت هذا اللون، جبته شوية خلينا نقول طوخ. اني ما اصبغ يجي الوان طوخ، يعني بالعادة اصبغ افتح، بس ردت اغطي الالوان اللي عندي والميش وهيجي شغلات. اوكي، فما شاء الله شعري تخين، جبت ثلاثة، جبت اربعة، جبت اربعة، قد استخدم ثلاثة، واذا احتاجيت الرابع اضيفه. اوكي، هو اللون كلش حلو بس شوية طوخ يعتبر بالنسبة لي. بنات قولوا لي حلو ولا لا، رأيكم هاي النتيجة النهائية؟ ما اعرف، انا شوية ما متعلمة اصبغ هيك الوان، يعني احب اصبغ الوان افتح، فمن طلعت من البانيو انصدمت. بس الحلو بي يعني حقيقة انه من كملت الصبغ حسيت ايديا بيها اويل، فمن قريت عليه طلعت بيه نسبة زيت، هذا شيء كلش حلو. يعني هسه لازم الشعرة هيك طرية رطبة هيلثي، مو هاي الناشفة. بس المشكلة اني ما متعلمة اصبغ يعني لون طوخ، جوز اتعود عليه، ما اعرف لايق لي لا، انا ما حسيت راهم لي، انا ما ادري، راح ابقى منه كم يوم، مرة راح اقول ايه اوكي حلو، مرة راح اقول لا ما حلو، لايق لي ما لايق لي ما ادري. شوية انقهر، شوية قشمر على نفسي. زين مو زين، ما لي شي ترى، اللي بلا معبارك ما لي شي، صح حلو. خلاص تبي كذا شوية ويا حركة. اوكي، اكيد هي تجربة، فحتى ذا بيشي او هذا هو يتغير، يعني على العيد حتى ذا ما عجبني يعني اول تالي بالنهاية راح ارجع اصبغ بعد فترة صبغ جديد. بس الحلو هاي الطراوة اللي بيه كلش حلوة. يعني هنا حمار لين صبغت حواجبي، هسه صبغتهم، سويت هيك شوي بشوية، بس بعد ما اعرف لايق على بشرتي لا، انا كل شي ما خلى، كل شي ما خليت وياه. من هسه كملت سويت بالشسوار، وبعدين سويت الواي بهذا البسيط، وبعدني بعد كلون ما اعرف يعني. بس حلو مو حلو زين، هو من ورا هيك بعد جديد وبلمعة حلو، يمكن نظامه حلوة، أو يمكن بنأخلي شوية ميك اب يطلع أحلى، شوية عيوني تعبانة ما أعرف. كتبولي قولولي حلو ولا لا، يعني سوولي باهس. يلا كافي هواي لحيت وياكم، بس يقولون مش خبصتنا، سوري. يلا بنات هسه اريد اسوي ماسك للوجه، فكنت خلي احضره وياكم. الماسك كلش سهل ويعني ما يحتاج له شغلات، انا اكره الشغلات اللي تكون معقدة. راح نحتاج اول شي هذه الكركدية، او احنا نسميها بالعراقي الكجرات. اوكي، انا اشوفكم شكلها اللي ما يعرفها، هذه الكجرات اللي تصير لونها احمر، او يسموها بالعربي كركدية. وراح استخدم نشا ولبن، هسه راح احضرها وياكم. اول شي على الخاشوقة مع الكوب نشا، وراح اخذ وياها شوية من كركدية، تقريبا ملعقة لحد ما تشوفون صوغ مالته تمام، يعني اهم شي مو يصير كلش احمر ولا يكون فاتح. وراح ناخذ خاشوقة
او ملعقة مع اللبن. اي بنات، فهنا خليت من كل شيء خاشوقة واحدة، يعني ملعقة لبن، ملعقة مال الكجرات، وملعقة مال نشا. نخلطهم زين لحد ما نوصل يعني هيك قوام متماسك، مو لين ولا ثخين. وهسه اطبقه وياكم. اوكي بنات، هسه لبست جلافز حتى ما يصبغ ايديا، وقبلها راح انمي شعري. هسه بخلطه زين. يعني بنات حاولوا تسووه، جربوه، والله حلو، راح تحبوه. كل شيء يغير البشرة، ينعمها. اوكي، يعني هذا الاسبوع اللي قبل العيد نحاول انه اكثر نهتم بنفسنا ببشرتنا، رغم ما نكون مضغوطين، تعرفون شغل، تحضيرات. انا الحمد لله تقريبا بديت اسيطر، سويت تعزيلات قوية. امبارحة فتحت الكبرات مع القنفة، نظفتها يعني غسلتهم ونشرتهم، وقبل ليلة نظفت الغرفة مع الملابس. فسويت الكلر هماتين، نظفناه ورتبناه. فتقريبا ما بقى شيء، ان شاء الله بقت هيج تنظيفات مال قبل العيد، يعني بيوم انه نمسح القاع، نبخر. اي ويا اليوم شغل تقدرين تسوي سوي، مثلا قبل الدخين 70 خلي ماسك، سوي تنظيف رجليك، نظفي اللحميات مال الايد مال الرجل، تقدرين تسوي هو الك حتى تحسين نفسك بزة الطين للشغل، وانت ما سويتي شيء لنفسك. اوكي، اي فأقل شيء ممكن تسوي انه ترطبين جسمك من طري من الحمام، او تخلين مرطب قبل لا تنامين، ابسط شيء هاي. يعني مو بالايام العاديه اصلا لازم تكونين مسويتها هاي الاشياء، لكن اكو ناس تركض بالشغل وباليوم وتنخبص وبعدين تنام وكل شيء ما مسويه. فاهتموا بانفسكم حتى تقدرون تعطون اهتمام للوياكم. يعني حلو من تكونين انت منظفة البيت ومرتبة البيت، ونفس الوقت انت هماتين تحسين نفسك شوية فرش، تحسين نفسك فرش، ايديك نظيفة، رجليك نظيفة. سوية مثلا قصة اطراف شعرك، انت شو تحبين، تخلين حنة، تصبغين، سوين ماسك. اوكي، تحبون تنزلوا على الرقبة نزلوا عادي، انا راح انزل على الرقبة هماتين. هسه ورا ما اكمل وبين ما الماسك ينشف على وجهي، اخذكم وياي اشوفكم هذا شغلات اشتريت من الدي ام، اذا كنت شوفتكم بس الصبح، واشوفكم الطلبية ماشيين. انتظرين ينشف بهذا الوقت، قلت لكم اروح اشوفكم الشغلات. اوكي يلا، واو يا بنات شوفوا النتيجة، يجنن ما شاء الله. شكد حبيت النتيجة، تحسون الوجه يعني يضوي نظيف، البشرة هيك متنفسة، المسامات مفتوحة. أنا ما غسلت ونشفت شوي، انتظرت 5 دقائق، فقلت هسه راح أخلي فوقه هذا السيروم مال اسنس،
يجنن هذا بالصبار. كل شيء رطب الوجه، يعني مرات مثلا اجوش تخليه مرطب بس تضجي من هذا الاحساس مع المرطب اللي يكون هيك مثل اويل على وجهك. فتستخدميه قبل قبل ميك اب هماتين يمشي حاله كلش حلو. بس الماسك والله هو مفرق بوجهي، شلون احس الوجه نظيف، ليش احس الوجه نظيف ورطب رطب مش قد ما تتخيلون الوجه رطب. بس راح استخدم هذا السيروم. شوفوا بنات ما ياخذ وقت، يعني من عندكم حتى لو كان عندكم بيت ومسؤوليه وطفل، هني اعرف هذا الاحساس والله. يعني انا مرات يخلص اليوم واكون جدا تعبانه ومنهكه بالشغل مع البيت والالتزامات والطفله، بس رغم هذا رتبي وقتك، نظمي اليوم. هسه اني قبل ان ادخل بهذا الاسبوع عرفت مثلا ابدا اسوي هواي شغلات، فجبت دفتر وقلم كتبت شنو اني محتاجه اسوي. فالحمد لله، يعني شنو حتى قبل العيد انا الخبص، وما عندي شغلات بعد اسف، عندي لازم اطلع، عندي اريد اسوي كلية، يعني هواي لستة امور. فحتى يبقى اكو وقت على كيف بدون ما ننخبص. فشنو حتى يومية شنو تقدرين تسوي تسوي، هيك راح ترتاحين ونفسيتك ترتاح وتحسين انت يعني موفقة بين شغل البيت وبين نفسك. اوكي، امرت اشوفكم لون الشعر، شوفوا فرق مو صح، هسه صار احلى فتح. اوكي يا بنات، هسه هذا خلينا نقول لكم مبدئيا اللون حلو، ف بعد راح يتغير ويا الكرياتين قلت لكم ارد اسوي، فهم تقريبا راح ينزل يعني درجتين خلينا نقول، يعني ما قولي بس صبغته وهاي مباشرة هيك فتح اللون. اوكي، يعني بعدني ما غسلة اول غسلة ورا الصبغ، اما افكر شوية اقصر منه، بس نفس الوقت عاجبني الشعر الطويل، صار هواي ما مطولة شعري. هذا الترتيب البارحة سويته الحمام، كان عندي هنا رفوف معلقتها بدل اللوحة وخالي بيها الغراض لهناك، فشلت الرفوف طلعتها برا. وعندي هذا الرف خليته هنا وخليت بيه الشغلات الغراض اللي نستخدمها، وهنا هاي الأشياء اللي نستخدمها بشكل يومي يعني اللي لازم تكون جوا ايدنا. اوكي، بس والله نظفت تنظيفة حلوة، غسلت الأرضيات مالته والحمد لله. فهيك أقدر أقول كملت من الحمام، طبعا كملت يلا اكتبوا لي رأيكم بالحمام. فهيك أقدر أقول كملت التنظيف مال الحمام الحمد لله. او بنات نسيت اوضح شغله، الحلو بهذا الصبغ انه مكتوب عليه اونا امونيا، يعني ما بي امونيا نهائيا، ما يتلف الشعر وما يحرق الشعر، مو نفس الصبغ العادي يعني الماركه بس ما مكتوب عليه اونا امونيا، فيكون حال اي صبغ عادي يعني هم ما يعني يؤذي الشعر وريحته تكون قويه. هذا حتى ريحه ما بي، يعني من اخليه بشعري كانه خاله اي كريم اي كونديشنر مثل حتى يعني شبه القوام مال الحمام زيتي، فما بي اي ضرر وما يتلف الشعر وما يأذيه. واني من الاصبغ استخدم بس هذه النوعية اللي مكتوب عليها بدون امونيا. اوكي يا بنات، هسه راح اشوفكم كل الشغلات اللي اخذتها من دي ام. اول شي اخذت هذا الماسك مال الشعر، يجنن بنات قد ما اقول لكم حلو، صار لي كذا سنة استخدمه. هسه هذا هو بالموز، واكو بعد
بالبابايا اعتقد او بالمانجو ما اتذكر هيجي. المهم هذا يجنن، انا استخدمته طبعا هذا او غيره او الحمام زيتي او الكونديشنر من تخلوه يا بنات، فد معلومة اكيد يعني اكثر يعرفوها، خلوه من نص الشعر اوكي، يعني نص الشعر للاطراف، لان اذا خليتيه على بداية الراس او على الفروة كلش راح يصير عندك تساقط قوي، يعني الشعراية تبدي تهر وتوقع. واخذت هذا اللي هو احنا بالعراق او بالدول العربية نسميه بديل الزيت، كان ما يجي هنا ماكو، فاتذكر قبل سنتين جبته من ايطاليا لقيته بسوق شعبي، وهسه هذا رجع هنا موجود. هاي ثاني مرة اجيب منه، اول واحد جبته قبل كم شهر من دي ام، وهذا الثاني، ويمكن اكو يعني يمكن اكو نوعية قارني اعتقد. فيجنن الحلو بيه تستخدميه قبل الحمام كماسك وتغسلين، او تستخدميه اثناء الغسل يعني ورا ما تغسلين بالشامبو تخليه وتشطفين شعرك، او تستخدميه ورا ما تطلعين من الحمام، يعني تخليه بشعرك وتعوفيه تمشطين او تشسرين وهو يبقى بدون غسل. وجبت هذا، شفت عليه ريفيو هواية كانوا كاتبين عليه وحاجين بيه انه يوخر النفشة مال الشعر ويقلل الهيشان مال الشعر اللي يصير خاصة ورا الحمام يعني، فقلت خلي اجربه ليش لا. اخذت هذا البرايمر هم استخدمه قبل الميك اب على اساس انه هم جيد، اشوف معجون اسنان وهاي البادات الكلينس مال البشرة يعني مال تنظيف وجه. واخذت هذا هاي كبسولات مال الحمام تكرمون، كلش حلوة ريحتها، هاي بجوز الهند وهاي بالورد. واخذت يا بنات هذا المنتج العملاق الرهيب، والله شقد ما احكي لكم عليه قليل. هذا ينظف الدهون الصعبة بالأفران بالشوايات، مجرد ما تبخيه، طبعا هو شاوم مكتوب عليه هنا، فبس راح تبخين من عنده وتعوفيه تقريبا ساعة، فتجين تلقين الدهون الصعبة والمحترقة يعني هيجي ذايبة ذايبة، بس تمسحيها وخلص، يعني تخيلي حتى ما راح تجلفين أو تستخدمين اسفنجة، مجرد تجيبين فوطة وتنظفين بيها اللي طلع هذا. وها هي جبت هذا الخل اللي شفتوه حكيت لكم عليه، هو خل طبيعي يعني يستخدم عادي، كل ناس يستخدم بالاكل بس انا ما احب يعني كلش قوي. وبعد اخذت هذا المنظف مال الحمام وانتم بكرامه، وخل اشوفكم. لقيت هذا التايت، هم جبت هذا التايت باكيتين، هذا الواحد 6 كيلو، فشنو سوي ثاني مباشرة اخذت 2، لان ما شاء الله يعني استهلك تايت يومية، الغسالة شغالة يومية، فشنو سويت جبتهم 2، وعندي نفس النوعية هستوني فاتحتها. اوكي بنات، هاي الغراض جبتها، بس اشوفكم مال الشيئن. اول شيء اخذت ذولا من شيقلام، هذا هايلايت وهذا كونسيلر، اشوفكم هذا سيلر. اخذت اللون النود، هذا الهايلايت هم اخذت اللون الذهبي كلش حلو، يعني ما توقعته هيجي جمالية. اخذت بيرسينج لان مالتي ضاع، يعني لمت قعدت لقيته ماكو وين راح ما ادري، جيت احب مالتي لان فضة جايبته من العراق، فأخذت ذولة 3 لبست واحد، هذول 2،
بشوفكم هاي البيجامة طلبتها بكوكو طلعت تجنن والله. يعني بناتش قد ما تتخيلون حلوة حلوة حلوة. أول شي القماش أعتقد اسمه كريشة. هسا أقرب لكم شوفوا شلون يعني وضحت وياكم فهمتوا قصدي. القماش يجنن والتيشيرت مالتها يجي لف. يعني أنا هم صراحة ما أعرف هي بيجامة أو مال طلعة ما أدري، بس أنا بديتها بيجامة مع العيد. أخذت لها هذا القاب الثاني هم حلو يجي شورت. القماش مالته هم بارد حلو والشورت كلوش وال. القطعة الفوق مالته يجي تكون حفر. اوكي اللي بعدها تتبين يس. واخذت لي هذا البنطلون كلش حلو قماشه هم حبيته كلش. فقلت هيك طلعات سريعة للصيف حلو. هذولا شورت ستريج يصير جو الفساتين هم اخذتهم الكوكو. اخذت هاي الدشداشة العرفات ان شاء الله نيلي لونها وقماشها يخبل كلش بارد يعني كلش قطني يعني كلش ترفة وباردة. وبعد اخذت الكوكو هذا الفستان هاي ذوقه هي عجبها يعني ميكي ماوس حبيبتي. شوفوا قماشه كلش حلو هم مالتين فانيله بارد. تعرفون جاي صيف وهيجي تصير طلعات سريعه فواحد يلبس يعني شغلات هيجي بارده وبسيطه. حلو هيجي لونه وردي فاتح. وبنات اهم شي ريت اقول لكم على شغله انه الملابس اللي تجيبوها خاصه مال اطفال ابد لا تلبسوهم ويا قبل لا تغسلوها. يعني انا هسه ذني الملابس مباشره راح اخذهن اخليهن حتى لو دوره سريعه بالغساله شويه تايت واشطفهم حتى لو دوره سريعه. اهم شي اهم شي ينغسلوا لان انتم من دي يكيسوهم وايد العمال والمعمل احنا ما نعرف شنو موجود. ف دائما من تشترون ملابس الاطفال اشطفوها. اني هاي الحاله معتمده اسويها من ولدت كوكو لحد الان ابد ما البسها شيء مباشره لا والله الا انظفها اغسله حتى لو تجي غسله سريعه بسيطه المهم اشطفه اشاهد عليه وخلص. اوكي